وللمزيد معنا من أمام ميناء أبو سمبل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك باسم أبو العينين. باسم، دعنا في مزيد من التفاصيل عن الصورة لديك الآن. باسم، أكرر السؤال، نريد مزيد من التفاصيل عن الصورة لديك الآن. نعم، مساء الخير، تحياتي من مدينة أبو سمبل وبالقرب من الميناء النهري للمدينة. طبعا نعرف جميعا منذ اندلاع الأزمة السودانية في منتصف أبريل الماضي والدولة المصرية تضع على عاتقها مسؤولية حماية الوافدين إليها من الشعب السوداني الشقيق، ونعلم جميعا أن مصر لا تقيم أي معسكرات لاجئين، وإنما تتخذ من الأشقاء إخوة لنا تستضيفهم على الرحب والسعة كوافدين إلى جمهورية مصر العربية، ومعاملتهم كمصريين، تقديم كافة الخدمات هنا التي تقوم بها الدولة مستمرة بشكل يومي وبشكل لحظي للمعبرين البريين في قسطل وفي أرقين، والتي تمدهم الدولة بكافة الاحتياجات الطبية والغذائية واللوجستية من أجل تيسير عبور الوافدين. أيضا هنا في أبو سمبل وتحديدا في مستشفى أبو سمبل الدولي تقوم الفرق الطبية بالتعامل مع كافة الحالات الطبية المحالة إليها وتقديم كافة الخدمات العلاجية لها وبالمجان بناء على توجيهات السيد الرئيس وتكليفه لوزارة الصحة برفع المعاناة عن كاهل الوافدين إلينا من السودان الشقيق. وبالفعل رصدنا حالات في المستشفى تم علاجها، وبالأمس تحديدا كانت هناك سيدة سودانية تتلقى العلاج وقامت بسلامة الله وحمد وخرجت من المستشفى واستلمها أهلياتها وأكملوا رحلتهم بعد دخولهم إلى جمهورية مصر العربية. ما نقوله أن الخدمات مستمرة يوميا وأن المعابر تعمل بكافة وكامل طاقتها في استيعاب الوافدين. طبعا نعلم أن الوافدين يعني أغلبهم من الجنسية السودانية بعد إجلاء معظم أو كل الرعايا الأجانب من السودان وذهبوا إلى بلادهم، بالطبع الجالية المصرية عادت بسلام الله إلى أرض الوطن. إليك. نعم، باسم أبو العينين من أمام ميناء أبو سمبل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.